جميلة هذه الأجواء، الكل مستمتع بالحضور، وفي رأيي أتوقع مباراة ستكون في مستوى عالي جدا. هذه الأجواء تحفز كل من في الملعب لتقديم أفضل وأقصى ما لديه حتى نشاهد مباراة في غاية الإثارة. من يحسم هذه المواجهة؟ الإجابة ستكون خلال متابعتنا في تغطيتنا الحصرية. أحبتي الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم أينما كنتم. من ملعب بنفيكا نلتقي حيث تقام هذه المباراة في ظل حضور مميز وأجواء جميلة. من كابينة التعليق سأكون معكم أنا فارس عوض. كل الأمنيات بالتوفيق والاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة. خطورة لبرناردو سيلفا ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس روبن نيفيز. اعتراض ناجح، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. كما تشاهدون على الشاشة تشكيلة منتخب البرتغال. في حراسة المرمى ديوغو كوستا، جواو كانسيلو سيلعب مع دالو في مركزي الظهير، برونو فرنانديز سيبدأ إلى جانب روبن نيفيز في الوسط، وفي الهجوم سنشاهد كريستيانو رونالدو. خارج الملعب ضربة ركنية، كان ممكن تشكل خطورة على المرمى، تكون بعيدة، واضح المهارة في التسديد على الطائر. الآن نشاهد أمام حضراتكم تشكيلة منتخب الأرجنتين. إيميليانو مارتينيز يشغل حراسة المرمى، كريستيان روميرو سيلعب إلى جانب أوتاميندي في الخط الخلفي، ليونيل ميسي سيبدأ مع دي ماريا في مركزي الأجنحة، وفي الأمام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. مجهود ممتاز في الاحتفاظ بالكرة في منطقة الخصم. يا رب قصرت غير عادي، قفاز مجنون، الله على الكرة. ليونيل ميسي وصلت إلى دي ماريا، تدخل مثالي داخل ال 18، خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة. الكرة إلى خارج الملعب، رامية تماس. الضيوف يسيطرون مشاهدين على المباراة في آخر ربع ساعة بهذه الطريقة. تسجيل الهدف هي مسألة وقت وتركيز، ليس إلا يستحقون التقدم في النتيجة بكل أمان. هذه كرة الأفضلية، يتمكن الحارس من إيقاف التسجيل. فرصة تأتي بعد طول انتظار الجماهير. تدخل ممتاز للكرة من على خط المرمى، تخرج من جديد إلى ضربة ركنية. هذه تصويبة، هذه كرة هدف، الفرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. مولينا، مولينا دي بول عند الكرة، ضاعت الكرة من جانب المنتخب الأرجنتيني. خطأ وركلة حرة لمنتخب الأرجنتين. الدعم يصل الآن من اللاعبين. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. طرف الملعب يعطي رونالدو الفرصة للتقدم، فرصة للتقدم في المباراة. مستحيل، هدف من كريستيانو رونالدو، يعرف الطريق، يعرف المرمى، لا يهدر هذه الكرة. هذه لعباته، هذه كراته، الله عليك يا لعيب يا فنان. Thank you.
الآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. مستوى جيد في شوط المباراة، الجماهير سعيدة بهذا الأداء. سجل هدف مهم جدا قبل النهاية وخطف في التقدم في نهاية الشوط. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء، والأرجنتين تسعى للعودة وتعديل النتيجة. مساحة أمامه على الجناح في هذه اللحظات، الكرة بتروح، أصبحت خطيرة جدا على الفريق. ما زالوا متأخرين في النتيجة لأنه حارس المرمى. أي لقطة أي تصدي كانوا قريبين، عليهم مواصلة الضغط على هذا النحو. برونو فرنانديز وفي المرمى، والآن تعزيز التقدم بفارق هدفين وأفضلية مستحقة. شوف اللقطة كانت رائعة، مر من المدافع، شوف المهارة، شوف وضع الكرة بهذه الأناقة، هدف في غاية الجمال. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ألفاريز، أليكسيس، والآن يفقدون السيطرة. قدرات كبيرة جدا في الاحتفاظ والتحضين. دي بول، كرة بينية فيها خطورة الآن، انقاذ جميل للتسديدة. في تبديل الآن يجرى للمنتخب الأرجنتيني. بالخلف من عرضية جميلة، الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، هدف خيالي. يا له من أداء هجومي قوي وثلاثية تفصل الفريقين. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من إنهاء، يا لها من كرة، رغم ضغط الكرة لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون تردد. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. نيكولاس أوتاميندي، فرنانديز، ملعوبة الكرة إلى أكونيا، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. استغلال ممتاز للمساحات من البرتغال. يا الله على الكرة في المرمى، ما هذا الأداء، الأهداف الأربعة الآن. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع، وما أن جاءت الكرة إلى برونو فرنانديز حتى انتهت بالشباك بعد تصويبة قوية جدا. فيها فرصة لحارس المرمى. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة. الله على التوقيت المثالي، انظر إلى هذا التدخل، انظر إلى قطع الكرة. واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. يا رب، كرة الهاتريك، أي هدف الآن، وأي مهارة، وأي غزارة تهديفية. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، لكن الأهم في هذا الهدف هو تعامل رونالدو مع الكرة تحت الضغط ونجاحه في التسجيل في النهاية. دعا
تمر اللحظات الأخيرة من المباراة، والمباراة حسمت، ومن الصعب بأن يحمل الوقت المتبقي الكثير من التغيرات في هذا اللقاء. رونالدو فرصة هدف، والكرة مستمرة في الملعب بعد التصدي. رمية تماس لمنتخب البرتغال. إذن كان القرار، وبالتالي عليه التوجه إلى مقاعد الاحتياط. وهذه هي صافرة نهاية المباراة، تأتي لتعلن عن فوز لأصحاب الأرض. أداء استثنائي من الفريق، تحكم كامل في أرضية الملعب، استحقوا الفوز بهذه النتيجة بعد المستوى الكبير اللي ظهروا من خلاله.